انت بتحكي عن ما يقارب مليون ونص بني ادم في رفح حاليا، واحنا هنا في محطه مي، محطه ياسين، عبد السلام ياسين. طبعا المحطه بتعاني بشكل كبير من نقص في الوقود وشح في الوقود. طبعا الوقود لبين ما يتوفر نحتاج منه جهد وفلوس بشكل كبير وبشكل مضاعف. لكن في اليوم بدك عندك 30 عيله 40 نفر، بدك في اليوم اقل حاجه يعني جلنين كبار 40 لتر 50 لتر، مشوار طبعا شوي يعني بعيد، لكن يعني معنا وناس هي تنزح وناس تيجي. هذا كان رفق الوالد الله يرحمه شهيد، كان بيصيد عليها سمك، كان يقع عليها سمك، فاستشهد الله يرحمه في الحرب، فاستعملناها في نقل المي الحلوه.